خاصة بعض اللي ما بيحضروش، لأن الدوائر إحنا ما عندناش حكم محلي، ما عندناش محليات، والناس انتخبتهم بمفهوم النائب الخدمي أكتر منها بمفهوم المارس الرقابة أو التشريع، فعبء النائب في دايرته أكبر بكتير بكتير، خاصة في ظل غياب المحليات. حضرتك لسه كنت بتقول عايز القانون يسود. لا لا ما انا فاق لا انا فاق ما هو غياب، في غياب قانون. يعني مش عايزين نديله عذر. لا لا انا بقول المبررات، فقضيت عايزه حرفيه من النائب ان يستطيع ان يوافق يعمل توازن ما بين التزاماته كنائب، عنده التزامات تشريع الفرق، في صعوبه كانت في اخر قانون انتوا وافقتوا عليه. في اخر قانون، ما انا برضو كنت لسه بسالك، مش عارفين يا محكمه النقض باعتباره من قانون مكمله للدستور استكمل التصويت في المرحله الخامسه، ودي صعوبات بيواجهها المجلس الحقيقه. ينبغي على النائب انه احنا مقدرين الظروف اللي بيشتغل فيها، بس برضه هو كمان عليه التزام، يعني احنا لسه حتى هذه اللحظه ما شفناش من البرلمان ده قماش، يعني المكنه بتاعت البرلمان ما طلعتش قماش حتى هذه اللحظه، فما زلنا